السلام الله عليكم متابعي صفحة أجين صيدو وقناة أجين صيدو. اليوم جبنا لكم واحد الشرح اللي غيكون مفصل على واحد الموقع اللي خصك تعتمد عليه قبل رحلة الصيد ديالك، اللي هو الويندبور. واللي رحلة الصيد كتعتمد على بزاف ديال العوامل، من ضمن ديالها الرياح، علو الموج، وكذلك الكورينتي اللي هي الكورون، الحرارة، الشتاء، بزاف ديال العوامل اللي كيخليو رحلة الصيد ديالك تكون ناجحة 100%. هذا الموقع هذا كيجيب لك جميع العوامل، واللي كيعطيهم تقريبا تقديرين 71%، والكمال لله. المهم انا غنحاول نفسر لكم هذا الموقع ونحاول نبسطه لكم على قدر ما يمكن. كنطبيو ويند جورو بهذه الطريقة، ويند جو رو، كتكتب قدامها المنطقة اللي قريبة لك انت. مثلا حنا في كازابلانكا، اقرب منطقة لنا هي دار بوعزة. كيف كتشوف هاي طلعت دار بوعزة، كاين المحمدية، ماروك، اكادير، جديدة، طنطان، المهم الى اخره. حنا دار بوعزة هي اللي كنعتمدو عليها. طبيوها. واجهة الموقع سهلة جدا، كيبانوك بزاف ديال الارقام، بلا شك غتكون تخربقتي دابا، ولكن ركز معايا، ركز معايا مزيان، غادي يكون الشرح مبسط ان شاء الله. اول حاجه كيف كتشوف كاينين الايام، وما هادو جمعه لحد اثنين ثلاث الى اخره. تحت من الايام كاين الوقت، الوقت تحت من الوقت كاين هاد الكارون هذا اللي كيبان لك، هو اللي خصك تعتمد عليه مزيان، واللي هي سرعه الرياح. سرعه الرياح كنجيو هنا كنكليكيو كنحولوها للكيلومتر في الساعه. كيف كتشوف ها هي هنا 11 كيلومتر في الساعة. نهار الجمعة مع الثلاثة تطلع سرعة الرياح ل 16 كيلومتر في الساعة. نهار الجمعة مع الستة تطلع ل 18 كيلومتر في الساعة. 18 19 كتكون سرعة الرياح اللي كتيرة واحد شوية، واللي تقدر ما تخليك تصيد في الخاطر ديالك. تحت من الرياح كاين اتجاه ديال الرياح، واللي هما هاد الأسهم هادو. إلا كان اتجاه ديال السهم على اليمين ديال يديك راه غربي، وإذا كان على اليسار ديال يديك فعلى راه شرقي. المهم تحت من اتجاه الرياح هي علو الموج. كيف كتشوفوا هنا علو الموج 2 متر، متر و90، متر و70، علو الموج طالع بزاف شويه، اللي كيكون صعيب شويه في الصيد. اغلبيه اصحاب الرياس اللي كيديروا بيلوطا، تدير الماء بيلوطا، صحاب اللونس يقدر يخدم ليهم هذا البحر هذا الا تقلو مزيان. تحت من علو الموج كاين الكورينتي، اللي الا رادفات جات هاد 1.90 مع هاد 18 ديال الكورينتي راه كتكون شويه صعيبه 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 في الصيد. كورينتي او الكوغو. تحت من الكورينتي راه الحراره معروفه، هي بدوغري سيلسيوس. وتحت من هادشي كامل راه تلقاو الغمام، هو هذا، وها هي الشتاء بالمليمتر. نتمنى نكون شرحت لكم الموقع وفسرت لكم مزيان، ونتمنى الدعم ديالكم بلايك، ونحبكم في الله، راكم عزاز علينا. و إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.